السلام عليكم، انا ايمان من قناه نوتي على اليوتيوب، والنهارده ان شاء الله الجزء الثالث من مربع العيد او فيستا ماندلا من تصميم ساندرا سالاس. الجزء الاول والثاني هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس. ده اخر جزء في المربع، هيكون مقاس المربع 47 سنتي في 47 سنتي. لو حابين تعملوه كوشن صغير 40 في 40، اصغر من ده شويه، هتستخدموا خيط ارفع، ممكن اليز ديفا، وإبرة أصغر 2.5. أنا استخدمت خيط إليز كوتون جولد وإبرة 3 ملي. لكن في الجزء التالت ده مهم قوي إن احنا نرخي إيدينا في الشغل، لو مش هنعرف ممكن نستخدم إبرة أكبر شوية، إبرة 3.5 مثلا. المربع خد مني 200 جرام، يعني تقريبا شلتين. يلا نبدأ. بسم الله. الدور 31، هبدأ في اي غرزه حشو امامي هعمل فيها غرزه بوب كورن. هلف الخيط وهدخل في الغرزه، هعمل 5 عواميد بلفه. ثلاث سلاسل، هتجاهل 5 غرز وهعمل في الغرزة السادسة غرزة حشو. 1 2 3 4 5، وفي السادسة غرزة حشو. 3 سلاسل، هتجاهل 5 غرز وهكرر، هعمل غرزة فشارة هنا أو غرزة بوب كورن. 3 سلاسل، هتجاهل 5 غرز غرزة حشو. 3 سلاسل، هتجاهل 5 غرز غرزة فشارة لحد نهاية الدور. الدور 32، هبدأ في أي غرزة بوب كورن. ناخد بالنا ان احنا في الجزء الثالث لازم نرخي ايدينا في الشغل، وإلا هيطلع الشغل مقوس كده. تمام، يبقى يا نرخي ايدينا في الشغل يا اما نستخدم إبرة كروشيه أكبر. هعمل نص عمود أمامي في غرزة البوب كورن. وبعدين هعمل 4 نص عمود في فراغ ال3 سلاسل. نص عمود في غرزة الحشو، 4 نص عمود في الفراغ. وهكرر لحد نهاية الدور. نص عمود أمامي، 4 نص عمود، نص عمود، 4 نص عمود لحد نهاية الدور. الدور 33، هبدأ في أي نص عمود أمامي هعمل في الغرز الستة جايين حشو خلفي. نص عمود أمامي أهو، هعمل فيه حشو خلفي. دي أول غرزة. 2، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. وبعدين هعمل عمود أمامي في غرزة الحشو اللي من الدور 31، اللي هي دي، هعمل فيها عمود أمامي. وبعدين هعمل حشو خلفي في الغرز الأربعة الجايين. 1 2 3 4، وأكرر تاني لحد نهاية الدور. 6 حشو خلفي، عمود أمامي في غرزة الحشو اللي من الدور 31، و4 حشو خلفي لحد نهاية الدور.
الدور 34. هبدأ في رابع غرزة قبل غرزة العمود الأمامي دي اللي هي فوق الوردة. طيب بالراحة كده، دي الوردة اللي احنا عملناها، هنلاقي فوقها في كذا مكان، بصوا كده عمود أمامي من الدور اللي فات. هنشتغل في رابع غرزة قبل العمود الأمامي ده، تمام؟ ده الدور اللي هنبدأ فيه نكون المربع بتاعنا. دي الغرزة أنا علمتها، 1 2 3، وفي الغرزة الرابعة دي هعمل غرزة حشو. هتجاهل غرزتين، خلينا نشيل بقى علامة الغرز دي. هتجاهل غرزتين وهعمل اللي جاي ده 3 مرات، 2 كلاستر في نفس الغرزة. الاتنين كلاستر هيبقوا بعمودين، يعني هلف الخيط اتجاه الغرزتين في الغرزة دي، كلاستر بعمودين، كمان كلاستر بعمودين في نفس الغرزة. كمان مرة في الغرزة الجاية. مرتين، وكمان مرة في تالت غرزة. كل مرة هنعمل فيها الكلاستر ده هيكون فوق وردة بالشكل ده، تمام؟ بعدين هتجاهل غرزتين، 1 2، وهعمل غرزة حشو. وبعدين هعمل حشو خلفي في 57 غرزة الجايين. عشان ما تلخبطش انا هعد 57 غرزة وهحط علامة الغرز، وبعد ما اخلص هرجع تاني اكرر. نفترض ان احنا مثلا خلصنا هنا، هعمل حشو هتجاهل غرزتين، هعمل 2 كلاستر بعمودين في الـ3 غرز الجايين، هتجاهل غرزتين حشو و57 غرزة حشو خلفي، وهكون كده خلصت الدور 34. الدور 35، هنبدأ في تالت غرزة قبل أول كلاستر. ده أول كلاستر، 1 2، دي تالت غرزة هعمل فيها غرزة حشو. هتجاهل غرزتين وهعمل في الغرزة الجاية عمود أمامي، وهكرر اللي جاي ده مرتين، سلسلتين واتنين نص عمود، يبقى سلسلتين و ادي 1 نص عمود أمامي و2 نص عمود أمامي. ده أول تكرار. تاني تكرار، سلسلتين و2 نص عمود. سلسلتين وعمود أمامي. هتجاهل غرزتين وهعمل في الثالثة غرزة حشو. بعدين هعمل حشو خلفي في 53 غرزة الجايين، وهكرر كده لحد نهاية الدور. بعد ما اخلص 53 غرزة حشو خلفي، هبدأ تاني اعمل غرزة حشو في تالت غرزة قبل اول كلاستر، وبعدين هعمل عمود بلفة امامي، وهكرر اللي جاي ده مرتين، سلسلتين، 2 نص عمود امامي، وبعدين سلسلتين
وعمود أمامي، وبعدين هتجاهل غرزتين وأعمل حشو، و53 غرزة حشو خلفي. هكرر كده لحد نهاية الدور. الدور 36 هنبدأ في تالت غرزة قبل أول عمود بلفة، هعمل فيها غرزة حشو. ده أول عمود بلفة، 1 2 3 هعمل فيها غرزة حشو. هتجاهل غرزتين وهعمل عمود أمامي، وفي فراغ السلسلتين هعمل بف سلسلة بف. ده أول بف سلسلة، والبف التاني عمود أمامي، 1 حوالين الاتنين نص عمود مع بعض، ألف حوالين الاتنين كده. وبعدين في فراغ السلسلتين هعمل بف سلسلتين بف. أول بف سلسلتين وبف. وبعدين عمود أمامي حوالين الاتنين نص عمود مع بعض، وبعدين بف سلسلة بف في الفراغ الجاي. أول بف سلسلة وتاني بف، وبعدين عمود أمامي، وبعدين هتجاهل غرزتين وهعمل اللي جاي ده 25 مرة، اللي هو حشو سلسلة، هتجاهل غرزة وهعمل حشو سلسلة، هتجاهل غرزة وحشو. لحد ما اوصل لتالت غرزة قبل اول عمود امامي، وهكرر تاني هعمل فيها غرزة حشو، هتجاهل غرزتين عمود امامي، بعدين هعمل في الفراغ ده بف سلسلة بف في نفس الفراغ، وبعدين عمود أمامي حوالين الاتنين نص عمود أمامي دول مع بعض، بعدين في الفراغ ده بف سلسلتين بف، عمود أمامي حوالين الاتنين نص عمود أمامي مع بعض، في الفراغ اللي بعده بف وسلسلة واحدة وبف، عمود أمامي هتجاهل سلسلتين وهعمل اللي جاي 25 مرة، اللي هو حشو سلسلة تجاهل غرزة، وهكرر لحد نهاية الدور. الدور 37 هنبدأ في تاني فراغ سلسلة قبل أول عمود بلف. ده أول عمود بلفة، ده أول فراغ قبله، وده تاني فراغ قبله، هعمل فيه غرزة حشو، وبعدين هعمل نص عمود في الغرزة اللي بعده، هتجاهل فراغ السلسلة والحشو وهعمل عمود أمامي، هتجاهل البف الجاي وهعمل اللي جاي ده في فراغ السلسلة، كلاستر بتلات أعمدة سلسلة، كلاستر بتلات أعمدة سلسلة، وكلاستر كلاستر. سلسلة كمان كلاستر سلسلة وكمان كلاستر.
وبعدين هعمل نص عمود أمامي هنا، وهعمل في فراغ السلسلتين كلاستر، سلسلة كلاستر، بعدين اتنين سلسلة، بعدين كلاستر، سلسلة كلاستر. أول كلاستر سلسلة وكمان واحد، سلسلتين، وهكرر تاني، كلاستر، سلسلة، وبعدين كمان واحد، نص عمود أمامي حوالين النص عمود الأمامي ده، بعدين هعمل في الفراغ كلاستر سلسلة، كلاستر سلسلة كلاستر، واحد سلسلة، اتنين سلسلة، تلاتة، هعمل عمود أمامي في العمود الأمامي ده، هتجاهل حشو وفراغ السلسلة، وهعمل في الحشو الجاي نص عمود، بعدين هكرر اللي جاي ده 22 مرة. هعمل غرزة حشو في الفراغ، سلسلة، وهتجاهل الحشو، وهكرر حشو في الفراغ، سلسلة، حشو في الفراغ، سلسلة، حشو، سلسلة، وهكرر لحد ما اوصل. بعد ما اخلص اول تكرار هبدأ تاني، هعمل غرزة حشو نص عمود، هتجاهل الفراغ والسلسلة، هتجاهل فراغ السلسلة والحشو، وهعمل عمود امامي، وبعدين هعمل في الفراغ هنا 3 كلاستر بتلات اعمدة، بين كل واحد والتاني سلسلة، وهعمل نص عمود امامي في الغرزة دي، وبعدين هشتغل في فراغ السلسلتين، هعمل 2 كلاستر بتلات اعمدة بينهم سلسلة، وبعدين سلسلتين، وبعدين 2 كلاستر بتلات اعمدة وبينهم سلسلة، نص عمود امامي في النص عمود الامامي ده، وبعدين هشتغل في الفراغ، هعمل 3 كلاستر بتلات اعمدة بين كل واحد والتاني سلسلة، بعدين هعمل عمود امامي حوالين العمود الامامي، هتجاهل حشو وفراغ السلسلة، وهعمل نص عمود في غرزة الحشو، بعدين هكرر اللي جاي 22 مرة، حشو في الفراغ وسلسلة، هتجاهل الحشو، حشو في الفراغ، سلسلة، وهتجاهل الحشو، كرر لحد نهاية الدور. الدور 38، هبدأ في تاني فراغ سلسلة قبل اول عمود امامي. ده أول عمود أمامي، ده أول فراغ قبله، وده تاني فراغ هعمل فيه غرزة حشو، بعدين هعمل غرزة نص عمود في الغرزة، بعدين في الفراغ هعمل غرزة عمود بلف، هتجاهل غرزتين وهعمل غرزة عمود أمامي، سلسلة، هتجاهل الكلاستر، وهعمل اللي جاي ده مرتين، يبقى انا هتجاهل الكلاستر وهعمل هنا غرزة بوب كورن، كده عملت البوب كورن، سلسلة، وهتجاهل كلاستر كده مرة، تاني مرة بوب كورن، سلسلة، وهتجاهل الكلاستر، عمود أمامي، سلسلة،
سلسلة هتجاهل الكلاستر ده وهعمل غرزة بوب كورن وسلسلة. هتجاهل الكلاستر وهعمل في فراغ السلسلتين فشارة، اتنين سلسلة فشارة. ادي اول فشارة او بوب كورن، سلسلتين وبوب كورن في نفس المكان. سلسلة، هتجاهل الكلاستر وهعمل غرزة بوب كورن. سلسلة وهعمل عمود أمامي. بعدين هتجاهل الكلاستر وهكرر اللي جاي ده مرتين، اللي هو سلسلة بوب كورن هتجاهل كلاستر، سلسلة بوب كورن، هتجاهل الكلاستر سلسلة بوب كورن. هتجاهل الكلاستر وهعمل سلسلة الأول وبعدين عمود أمامي. هتجاهل غرزتين وهعمل غرزة عمود بلفة في الفراغ، بعدين نص عمود في الغرزة، وبعدين هكرر اللي جاي ده 19 مرة. حشو في الفراغ السلسلة، هتجاهل الغرزة وهكرر لحد نهاية الدور. الدور 39، هنبدأ في أي كورنر. هعمل 2 عمود سلسلتين، 2 عمود في نفس الكورنر. هكرر اللي جاي ده 5 مرات، عمود أمامي، عمود في الفراغ، 5 مرات. دي كده أول مرة، وهكرر لحد ما أكمل 5 مرات. كده انا خلصت تكرار ال5 مرات. هعمل عمود بلفتين في ال4 غرز الجايين، عمود بلفتين امامي. هتجاهل الفراغ الجاي وهشتغل في الفراغ اللي بعده. هعمل كلاستر ب3 عواميد، سلسلتين، كلاستر ب3 عواميد في نفس الفراغ. هكرر اللي قلته ده 9 مرات. تمام، يبقى هتجاهل فراغ واشتغل في اللي بعده. اعمل كلاستر ب3 عواميد، سلسلتين، كلاستر ب3 عواميد في نفس الفراغ.
هتجاهل فراغ بعد ما خلصت 9 تكرارات، وهعمل عمود بلفتين أمامي في ال4 غرز الجايين. هكرر اللي جاي ده 5 مرات، عمود في الفراغ وعمود أمامي لحد ما أوصل للكورنر. بعد ما اوصل للكورنر هبدأ تاني اكرر اللي عملته لحد نهاية الدور. الدور 40، هبدأ برضو في اي كورنر هعمل 2 كلاستر بعمودين سلسلتين و2 كلاستر بعمودين في نفس الكورنر. ده اول كلاستر، هعمل كمان واحد سلسلتين و2 كلاستر زيهم في نفس المكان. وبعدين هعمل عمود خلفي في ال12 غرزة الجايين. وبعدين عمود بلفتين أمامي في ال4 غرز الجايين. دلوقتي هنشتغل في الفراغات اللي بين الكلاستر دي. هنكرر اللي جاي ده 9 مرات، هنعمل باف سلسلة باف. ده أول باف، ومننساش طبعا السلسلة دي جزء من الغرزة، نعمل سلسلة كمان، دي السلسلة بتاعتنا والباف التاني. أكرر ده بقى 9 مرات. خلصت 9 تكرارات، هعمل 4 عمود بلفتين أمامي في ال4 غرز الجايين. وبعدين هعمل عمود خلفي في ال12 غرزة الجايين لحد ما اوصل للكورنر، وهكرر تاني نفس اللي عملته لحد نهاية الدور. الدور 41، هبدأ في اي كورنر هعمل كلاستر ب3 عواميد. ده أول واحد أهو، سلسلتين وكلاستر ب3 عواميد في نفس طبعا الكورنر.
بعدين هعمل 2 عمود امامي، اول واحد حوالين الكلاستر الاول من الدور اللي فات، وتاني واحد حوالين الكلاستر التاني. بعدين هعمل 12 عمود خلفي في 12 عمود خلفي اللي من الدور اللي فات. هعمل 4 عمود أمامي، عمود بلفة واحدة أمامي حوالين ال4 غرز الجايين. هعمل سلسلة وهشتغل في الفراغ بين ال2 باف، هعمل غرزة باف واحدة و3 سلاسل. دي السلسلة بتاعت الغرزة، هعمل 1 2 3 سلاسل وهكرر كده في كل الفراغات. هعمل سلسلة بعد آخر تكرار وهعمل 4 عمود أمامي في ال4 غرز الجايين. هعمل 12 عمود خلفي في 12 عمود خلفي الجايين. بعدين هعمل 2 عمود أمامي، كل عمود أمامي حوالين كلاستر لحد ما أوصل للكورنر، وهكرر كل اللي عملته تاني لحد نهاية الدور. الدور 42 هبدأ في أي كورنر برضو، هعمل كلاستر ب3 عواميد، سلسلتين وكلاستر ب3 عواميد في نفس الكورنر. هعمل 3 أعمدة أمامية، أول واحد هعمله في الكلاستر والتانيين هعملهم في غرز الأعمدة الأمامية. بعدين هكرر اللي جاي ده 6 مرات، هعمل عمود خلفي باف، انا عندي 12 غرزة، هعمل اول حاجة عمود خلفي وفي الغرزة اللي بعدها هعمل باف، وهكرر كده 6 مرات. بعد ما خلصت هعمل 4 عمود أمامي في ال4 غرز الجايين. وبعدين هعمل عمود في الفراغ اللي من الدور 40. وبعد كده هكرر اللي جاي 8 مرات، حشو أمامي حوالين الباف و3 نص عمود في الفراغ بين الباف من الدور 40، يعني مش الدور اللي أنا شغالة فيه ده، لأ الفراغ اللي تحته، وهاخد معاه الفراغ اللي أنا شغالة فيه كده، هعمل 3 غرز نص عمود.
وهكرر كده 8 مرات. بعد ما خلصت 8 تكرارات هعمل حشو أمامي وهعمل عمود في الفراغ اللي من الدور 40. بعدين هعمل 4 أعمدة أمامية في الأربع غرز الجايين، وأكرر تاني بف عمود خلفي 6 مرات في 12 غرزة جايين. ثلاثة أعمدة أمامية بعدين هكرر تاني من الأول لحد نهاية الدور. الدور 43 هنبدأ برضو في أي كورنر، هعمل كلاستر بثلاث عواميد، سلسلتين وكلاستر بثلاث عواميد في نفس الكورنر. هعمل 4 عمود أمامي وهكرر اللي جاي ده 6 مرات، عمود خلفي وبف زي الدور اللي فات. ده أول عمود خلفي وهعمل بف فوق البف. بصوا ناخد بالنا ان احنا بنعملها فوق البف بالظبط، يعني اللي هو في غرزة السلسلة اللي احنا بنعملها بعد البف دي، يبقى شكلها احسن. بعد ما خلصت التكرارات هعمل 4 أعمدة أمامية، وبعدين نركز بقى هعمل نص عمود خلفي، نص عمود خلفي وبعدين نص عمود أمامي، وهكرر اللي جاي ده 7 مرات، اللي هو 3 حشو خلفي في ال3 غرز الجايين، 1 غرزة حشو أمامي حوالين الحشو الأمامي. يبقى التكرار 7 مرات، 3 حشو خلفي و1 حشو أمامي. بعد ما أخلص ال7 تكرارات هعمل 3 حشو خلفي، هعمل نص عمود أمامي ونص عمود خلفي، أربعة عمود أمامي، وهكرر اللي جاي ده 6 مرات، بف وعمود خلفي. بعد ما اخلص ال6 تكرارات
هعمل 4 عمود أمامي وهكون وصلت للكورنر، هكرر تاني لحد نهاية الدور. الدور 44 سهل خالص، هنبدأ في أي كورنر هعمل 2 عمود بلفة، سلسلتين، 2 عمود بلفة في نفس الكورنر. وبعدين هعمل 21 عمود أمامي. و35 غرزة نص عمود. و21 عمود أمامي تاني. وهكرر كده لحد نهاية الدور. لما أوصل للكورنر هعمل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود في الكورنر، 21 عمود أمامي، 35 نص عمود، 21 عمود أمامي، وكده أكون خلصت الدور. بس ناخد بالنا آخر الأعمدة الأمامية بتبقى اللي هما ال4 غرز عمود أمامي دول، وبعدين نص عمود هيكون في غرز الحشو. بعدين هنبدأ تاني الأعمدة الأمامية من أول غرز العمود الأمامي لحد الكورنر. آخر دور، الدور 45، هنبدأ في أي كورنر هنعمل 2 نص عمود، 2 سلسلتين، و2 نص عمود في نفس الفراغ. وبعدين هعمل 81 نص عمود خلفي، يعني نص عمود خلفي في كل الغرز لحد الكورنر الجاي، وهكرر كده لحد نهاية الدور. وده شكل المربع بعد ما خلص. ما تنسوش تبعتولي تطبيقاتكم على انستجرام وتعملوا هاشتاج مربع العيد مع إيمان. مع السلامة.